سعيد جدا ان اشارك اليوم في عمليه تدشين توزيع الحقيبه المدرسيه ضمن مشروع العوده الى المدرسه التي تدشن الخليه الانسانيه برعايه العميد طارق عبد الصالح. وطبعا مشروع ممتاز، وخاصه انه في بدايه العام الدراسي، واللي سيكون بدوره بتخفيف المعاناة الآباء والأمهات من تخفض من تكاليف الدراسة والمدارس والطلاب. يعني الحقيقة تخبرنا سعادة كبيرة جدا، وعلى هذا التدخل بحيث هذا يدعم عودة الطلاب إلى المدرسة وتوجههم إلى الالتحاق بالتعليم. ليس بجديد عن خلق الإنسانية ما تقوم به، فهي قد قامت بأشياء كثيرة في مجالات عدة، وكل يوم ونحن نسمع عن مشروع هنا أو مشروع هناك، لكن دعم التعليم يعني ذو أولوية، وخاصة في بداية هذا العام. نشكر جميع القائمين على الخلية الإنسانية، كما نشكر العميد طارق محمد عبد الله صالح الذي يولي دور الشباب ودور الطلاب اهتمام كبير في هذا المجال. شكرا. اليوم نستقبل مشروع جديد من مشاريع الحياة من الخلية الإنسانية، وهو مشروع دعم التعليم ومشروع توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب مدرسة 13 يونيو بمديرية المعابر. هذا المشروع إضافة إلى المشاريع السابقة التي قامت بها الخلية الإنسانية التي تمثل لمحافظة تعز مشاريع حياة، مثل مشروع الطريق الذي يمثل أساس الحياة أو شريان الحياة، ومشاريع العبر الارتوازية التي تمثل شريان الحياة. نحن اليوم نستبشر كثيرا في تعز بهذه المشاريع، والخلية الإنسانية والعميد طارق صالح يجسدوا لنا عملية يد تبني ويد تحمي. لا نقدر ندرس أطفالنا، لا نشتري لهم شماطات، ولا نقدر نشتري حاجة. رحت له عند العلم حلقة، قلت له بعدد الشنطة بستة، قال والله ما ندي بستة، معك سبعة ثمانية عشان ندي لك. قلت له خلاص أنا ما أقدرش. روحت له حق البيسر البيت، والله ما اشتريت، من أنا روحت البيت يعني ما قدرتوش أشتري بسباس ولا وزيف ولا أكمون ولا مشتري ولا اشتري شنطة. روحت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل وروح، من أنه تنعم تنعم معروف كبير وأقر كبير، الله يجزيك الخير.